السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقائنا اليومي من الانتفاضة العربية، ونتابع في هذه الساعة آخر تطورات الثورة السورية بالنقاش والتحليل. وفي آخر التطورات، القيادة المشتركة للمجالس العسكرية والثورية في سوريا تعلن في بيان لها أنها توافق على هدنة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخطر الإبراهيمي خلال فترة عيد الأضحى، وذلك شرط التزام النظام بتنفيذ عدد من النقاط، من بينها إطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء ورفع الحصار عن مدينة حمص. وكان الأخضر الإبراهيمي قد اقترح هدنة خلال عيد الأضحى المبارك تمهد الطريق لعملية سياسية. ميدانيا، ارتكبت قوة النظام اليوم مجزرة عندما ألقت مقاتلة تابعة لجيش النظام بربيلا متفجرا على مسجد في حي الشعار في حلب، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا في يوم دام قتل فيه نحو 170 شخصا. امتداد الأزمة السورية إلى دول الجوار تحذير حمله معه الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي في جولته التشاورية التي شملت العراق ومصر وتركيا والسعودية ولبنان والأردن، والتي من المنتظر أن يختتمها في دمشق في موعد لم يحدد بعد. الإبراهيمي الذي حذر من أن هذه الأزمة ستقضي على الأخضر واليابس لقي اقتراحه لوقف إطلاق النار في سوريا خلال عيد الأضحى دعم دول ومنظمات معنية بالنزاع. هذه الأزمة سميها ما شئت، إذا استمرت فلن تبقى محصورة داخل الحدود السورية، بل أنها راح تؤثر في المنطقة وخارج المنطقة. وكما يضيق أفق الوصول لحل سياسي يوقف نزيف الدم السوري، تضيق الدنيا أيضا في أعين اللاجئين السوريين الذين تسوء أوضاعهم يوما بعد آخر. في مخيم باب السلام ببلدة عزاز قرب الحدود التركية تقطعت السبل بأكثر من 7000 لاجئ، بات من الصعب عليهم العبور نحو الأراضي التركية. المخيم يستقبل يوميا المئات من النازحين، وأنقرة قلقة من محدودية إمكانيتها لاستقبال المزيد. حتى نحن عندنا المطعم يكفي ب 3000 شخص، يطعم 3000 شخص، عندنا 7000 أو 8000 شخص كلهم عم ينتظروا الطعام، والمطعم اللي موجود عندنا هون ما عم بيكفي الناس اللي موجودين. ويبقى خيار اللجوء إلى المخيمات خيارا وحيدا للهاربين من آلة الموت التي تحاصرهم برا وجوا. فعلى مقربة منهم تواصل الطائرات الحربية السورية شن الغارات على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية ومحيطها، ملقية بحمولة قذائفها. أما في حلب فالحال لا يختلف كثيرا، فالمدينة تواصل تلقي القذائف المدفعية في شوارعها وفوق أبنيتها، وذات الصورة تتنقل من مدينة لأخرى وتحصي ما لا يقل عن 100 قتيل يوميا. لمناقشة تلك التطورات أرحب معي هنا في الاستوديو بالناشط السياسي السوري الدكتور يوسف حاج يوسف. دكتور يوسف، كلما اقترب الحديث عن هدنة نجد بأن آلة البطش والقتل تزداد إعمالا في الناس قتلا وتدميرا. اليوم يوم دام في حياة السوريين، 170 شخصا سقطوا اليوم في قصف للطائرات السورية، سقط نحو 12 شخصا في مسجد في حلب. كيف تربط بين الحديث عن هدنة وبين ازدياد وتيرة القتل في سوريا؟ طيب نعم، بسم الله والحمد لله. الآن هذه الهدنة حقيقة وهذه الحراك يذكرنا بما فعلته إسرائيل وما تفعله إسرائيل مع الفلسطينيين. دائما عندما يكون هناك قرار تريد أن تحقق مكاسب على الأرض، رقم واحد. رقم اثنين، هذا التصعيد أتى بعد تحقيق الثوار نجاحات باهرة في إدلب تحديدا، في حمص، في إدلب أكثر من 10 حواجز وكتائب تم تدميرها وإزالتها، في عزمارين تم تحريرها، في جسر الشغور، الكتيبة 35 أو الفوج 35 في جبل الأكراد. هناك انتصارات، هذه الهدنة نراها تأتي لتلبي حاجة عند النظام. ما هي هذه الحاجة؟ ما هي المكاسب التي يمكن للنظام أن يحققها من خلال استمراره في قصف أماكن مدنية مثل المسجد في مدينة حلب اليوم؟ نعم، هذا يعني ربما ندخل في تفاصيله. الآن تبين بوضوح أن المراد أن يصل الثوار من خلال المهل الدموية، مهل الجامعة العربية، مهل الأمم المتحدة، مهل
وحصر التسليح ومنعه وتسليح بالقطار ومنع التسليح النوعي، جعل الثوار يقتنعون بأنهم غير قادرين على إنجاز شيء، وأن لابد لهم من العودة لما كان يطلبه بشار. الآن ما يطلبه بشار بالأسابيع الأولى والأشهر الأولى الثورة، أن تعالوا وأتوا معي وأنا أقرر من أنت، من المعارضة الشريفة، من المعارضة المتآمرة مع الخارج، أريد معارضة على مستوى قدر جميل وعلي حيدر، تعالوا وقعدوا معي ثم لنتحدث. يعني الآن هذا الحديث أصبح تيئيس الثوار من إمكانية أن يساعدهم أحد على الرغم مما يتلقونه من قذائف، ولكن ألا ترى بأن هذه المعادلة إلى حد ما حقيقية وواقعية، على جهة بأن لا أحد حتى الآن يلبي مطالب الثوار منذ أشهر بتوفير غطاء جوي؟ هذه المعادلة حقيقية في شقها الأول، نعم يراد تركيع الثوار بهذه الأشياء التي ذكرناها، ولكن بالناتج لم يأتي ما يريده من وراء بشار الأسد وبشار الأسد نفسه. الثوار أكثر تصميما وعدلا، عندما ينهدم بيت ثائر أو بيت رجل حتى ربما كان صامت ينخرط في الثورة أو يزداد انخراطه في الثورة، عندما يفقد أي ثائر عزيز أخ شهيد، عندما عائلته تدمر، عندما تشرد، يزداد انخراطا في الثورة. هذا الذي جعل بشار الأسد ومن وراءه من الغرب جميعا، ولعل تسمية غدا أمريكا ألم يشبع حقدك من دماؤنا، ولعل هذه التسمية تدل على هذا الشعور الذي أدركه الثوار من الوقائع ليس من التحاليل السياسية. كنا نقول منذ أشهر 20 صاروخ مضاد للطائرات يا ناس. ما الذي تريدونه من أمريكا؟ وأسمع منك الجواب بعد أن أخذ الناشط الميداني السوري أبو عبدو معنا من شمال إدلب. سيد أبو عبدو، نرحب بك في هذه التغطية. اليوم كانت كثير من قرى ريف إدلب مسرحا لقصف جويا من طائرات النظام السوري. لو تحدثنا عن أهم القرى اليوم التي تعرضت لقصف من طائرات النظام السوري أو حتى من مدافع. السلام عليكم أولا. وعليكم السلام والرحمة للشهداء. اليوم قام النظام بقصف حربي بالهليكوبتر وطيران المي على كفر تخاريم وسرقين وأرمناز وألقاء قنابل عنقودية. أيضا قام بقصف عشوائي بالدبابات على مدينة سرقين. أيضا إطلاق نار عشوائي على المدنيين وسيارات النازحين من المدنيين على أطراف سرقين بمادة استشهاد أحد المدنيين. أيضا قصف على البلدات المحررة المحيطة بمدينة حارم والتي يسيطر عليها الجيش الحر حاليا. هناك أنباء عن إرسال تهديد من قبل المسؤول العسكري جيش النظام في مدينة إدلب إلى الجيش الحر الذي يقوم الآن بحصار كتيبة الدفاع الجوي المتواجدة على الجبل الغربي لمدينة كفر تخاريم. ما هو هذا التهديد أبو عبدو؟ التهديد هو أنه سيقوم بقصف كل من كفر تخاريم وأرمناز وسرقين إن لم يتم فك الحصار عن كتيبة الدفاع الجوي. وهل المناطق التي يهدد الجيش النظامي بقصفها مناطق يعني يتواجد فيها الجيش الحر بكثافة؟ هي عبارة عن مناطق مدنية، الجيش الحر يتواجد في البساتين في المزارع، أما المناطق التي تهدد بقصفها هي عبارة عن مناطق مأهولة بالسكان يعني قرى وبلدات. طب هذه الكتيبة التي يحاصرها الجيش الحر أبو عبدو، ما هو حجمها وما هي الأسلحة الموجودة فيها؟ والله هي عبارة عن كتيبة دفاع جوي وقوة جوية، يعني يوجد فيها شلكة، صواريخ، دبابات. حاول النظام دعمها من أكثر من محاولة بالأغذية ولكن فشل بسبب أنه يقوم بإلقاء الطعام إليهم من مسافات مرتفعة لأنه لا يستطيع الهبوط أكثر من ذلك لكي يتفادى مضادات أرضية للجيش الحر. وما مدى ما مدى إحكام الجيش الحر على حصاره على ذلك الموقع العسكري؟ الجيش الحر يقوم بحصار مطبق على هذه الكتيبة من 4 محاور. أبو عبدو، الآن عن الوضع الإنساني في قرى ريف إدلب في هذه الأوقات التي تتعرض فيها القرى للقصف، كيف يبدو أو كيف تبدو الصورة في هذه القرى؟ الصورة يعني الحالة مزرية. الفن في سرقين منذ أيام كان متوقفا، حاول أبطال الجيش الحر إعادته للعمل ولكن يعني نصف عمل يعني تقريبا، بحيث أن يؤمنوا يعني ما يستطيعون من الخبز للسكان. كذلك الأمر حتى هناك نقص في الخميرة، يعني أنت تعلم أن الخبز يحتاج إلى خميرة، حتى هناك نقص حاد في الخميرة، يعني يقومون بوضع اللبن والسكر وما يعني ما إلى ذلك من أجل يعني تأمين الخبز للمدنيين.
شكرا جزيلا لك الناشط الميداني السوري أبو عبدو، كنت معنا من شمال إدلب. دكتور يوسف، ما مدى فعلا قدرة الجيش الحر في حصاره على عدد من المواقع العسكرية، وواحد منها الذي تحدث عنه أبو عبدو في ريف إدلب؟ ما مدى قدرة الجيش الحر على اقتحام هذه المواقع، على اعتبار بأن هذه ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة التي يحاصر فيها الجيش الحر موقعا عسكريا كبيرا دون أن يتمكن من اقتحامه؟ سأخالفك في الجزء الأخير من السؤال. تمكننا من اختراقات هائلة الآن في جسر. تحدث عن مواقع عسكرية كبيرة، تم السيطرة على بعض الثكنات العسكرية الصغيرة، ولكن موقع كبير كمطار أو ثكنة عسكرية كبيرة لا تبدو الصورة هكذا. الآن الفوج الكبير مثلا 46 ما زال محاصر، وهناك أنباء عن استسلامه. أين يوجد هذا الفوج؟ في مدخل حلب في قرب الأتارب. الآن قائد ثوار الجبل الوسطاني الذي تحدث عنه الأخ الميداني من هناك قال أن النظام سحب قواته من حاجز يسمى حاجز النمرة وأخذه إلى حاجز البحوث العلمية، هناك تسميات في المناطق معروفة لأهل المنطقة، لأنه لا يستطيع حمايته وليؤذر الحاجز الآخر، حاجز البحوث العلمية. إذن النظام مرتبك حقيقة. الثوار نعم مع قلة التسليح مع قلة العتاد، ولكن معنويات عالية يريدون أن يحققوا إنجازهم. أنا هنا أريد أن أقول أن النظام في مأزق، نحن نخشى أن تكون هذه الهدنة هي لإعادة تموضعه. الوصول إليه، هل الهدنة التي وافق عليها اليوم الجيش الحر ممثلا بالقيادة المشتركة للمجالس العسكرية والثورية في سوريا مشروطة بعدة شروط، منها أن لا يستخدم النظام هذه الهدنة لتغيير أو لتعزيز مواقعه وأن يفرج عن السجناء، هل يمكن لهذه الهدنة أن تشكل انتصارا للجيش الحر واستراحة محارب يستفيد منها ولا يستفيد منها النظام، أم العكس؟ نعم، نحن نرجح العكس، ويدل على ذلك الشروط التي وضعها القيادة المشتركة. هم مدركون أن هذه الهدنة سيعيد انتشاره بوصفه أنه قائدا أعلى للجيش والقوات المسلحة، قائدا شرعيا، من يعترض على تحريك الأرتال سيقصفه ويعتبره مخترقا للهدنة. هذه الألعاب حصلت أيام روبرت مورد عندما أتى على رأس المراقبين الأمميين. سندخل في متاهات من يخترق الهدنة ومن لا يخترق، وهو من الممثل الشرعي. وأخطر ما فيه الهدنة التي لم تذكرها القيادة المشتركة أن هذه الهدنة تقول إيقاف القتل، وكأن القاتل مجهول، كان أولى بها، أولى بالأخضر الإبراهيم أن يقول للقاتل يا قاتل توقف عن إرسال طياراتك، توقف عن إلقاء براميل TNT، توقف عن المجازر. هذه الهدنة هي مفهوم تقني لإيقاف العمليات العسكرية من كل الأطراف. بس ولكن اسمح لي هنا فقط في مداخلة، الهدنة تكون بين دولتين جيشين متكافئين، ليس بالضرورة حتى بين المجموعات المتحاربة يمكن أن يتم الوصول إلى هدنة. أستاذ جمال، فقط هذه النقطة مهمة، قال بأنه وافق على هذه الهدنة، هل يمكن لموافقة القيادة المشتركة أن تؤدي إلى أن تنفذ هذه الهدنة وتكون مقدمة لعمل سياسي؟ أستبعد ذلك، ولكن أخطر ما في الهدنة أنها تتناسى أننا ثوار خرجنا سلميين، هذا الرجل أتى بأسلحته ودباباته وطائرته وقصفنا. لو حصلت هدنة، لو لم يوجد قوات قمعية للنظام لعدنا للساحات، تظاهرنا، نتظاهر في المهاجرين أمام القصر الجمهوري ونقتلعه. هو الكاذب، هو لو كان حقيقة النظام الأسد لا يريد أن يقتل شعبه كان لم يبتدئ في العملية من بداية. أنا أذكرك أستاذ جمال، أيام ما كان الدابي كان هناك سجال أنه النظام يستخدم الدبابات، الدابي الذي كان متأمر مع النظام قال لا، بل هي حاملات جنود، وبعدين دهنوها باللون الأزرق وغيروا أماكنها. الآن يستخدم الطائرات. نعم طبعا، وبدون شك. وأقول الجانب السياسي أهم من الجانب التقني. الهدنة تعتبر الأسد أنه ما زال رئيسا، نحن عندنا ما عاد رئيسا منذ زمن. ونقطة أخرى مهم، يعني قبل هذه النقطة ستذكرها، تغير مهم جدا على الأرض بين فترة الدابي من هدن ووقف لإطلاق النار والوضع الآن، لأن الجيش الحر يسيطر على مساحات كبيرة وشاسعة جدا من سوريا، بمعنى أن هذه الهدنة ستفيد الجيش الحر تكتيكيا وعسكريا هو أيضا في تعزيز مواقعه. أخي هذا كلام جيد، ولكن أنا أذكرك في إضراب فلسطين في عام 1939 عندما كان أهل فلسطين على قاب قوسين أو أدنى أن ينجزوا أهدافا عظيمة، أن يطردوا الاحتلال، فأعلن الهدنة وتدخل فيها الحكام العرب أنه سيكون لكم دولة وكذا وكذا، ثم استجاب الناس لهذه الهدنة فاستفادت منها إسرائيل. نحن نرى أن العالم والمجتمع الغربي يتعامل مع الأسد كما تعامل مع إسرائيل. إسرائيل الآن
أنشأت دولتها منذ 48 سنة، أكثر من 60-70 سنة الفلسطينيون يعانوا. الآن يتكرر نفس المشهد، إعطائه الشرعية، ودائما تقترح الهدنة عندما نقترب من تحقيق انتصارات. كما ذكر أبو عبده الناشط أن النظام في ورطة، يريد يهدد المدن المدنيين بالقصف إن لم يفك الحصار عن الدويلة، هو متألم. نحن نقول أن أهلنا غالون علينا، ولكن بعد أن قد قتل أكثر من 30,000 إننا نلتزم بشعارنا الموت ودى المزلة. ابقى مع دكتور يوسف. معي عبر السكايب صوت وصورة الناشط الإعلامي السوري ثائر الحموي. ثائر الحموي، أرحب بك في هذه الفترة من الانتفاضة العربية. سؤالي لك بداية عن ريف حماة. الآن الأنظار كلها متجهة إلى العمليات التي يقوم بها الجيش الحر في حمص وريفها وحلب وريفها وإدلب وريفها، وكذلك قصف قوات النظام على تلك الأماكن. هل يعني هذا بأن ريف حماة هادئ نسبيا؟ مساء الخير سيد الكريم. مساء المشاهدين الكرام. تماما سيد الكريم، اليوم تشهد معظم البلاد في سوريا التصعيد العسكري قبل هذا النظام المجرم، هذا النظام الذي شعر مؤخرا بأنه طائقة قوية قبل القوات الحر. ايضا في الفتره العسكريه شهد العالم منذ ايام تعرض اكثر من موقع اكثر من تجمع عسكري له في اكثر من منطقه في سوريا، واهمها في ريف ادلب امتدادا الى الريف الحموي الشمالي. اليوم بالتحديد ريف حماة الشمالي يتعرض لاعتى اجرام من قبل عصابات الاسد ومن قبل جيش الغادر المنتشر في كافه انحاء ريف حماة الشمالي والغربي. اليوم تعرضت عده قرى من مدينه حماة ريف حماة الى 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 قصف، مما ادى هذا العمل الاجرامي الى استشهاد عدد من الشهداء وايضا الى وقوع عدد كبير من الجرحى. بالاضافه الى ذلك هناك عدة قرى وعدة مدن من ريف حماة أمام تهديد مباشر من قبل قوات النظام، القوات الغادرة المنتشرة في المناطق. إضافة إلى مدينة حماة اليوم أيضا شهدت عدة أحياء لعدة انفجارات، وهناك عدة أحياء تعرضت لعدة اقتحامات من قبل قوات الجيش الغادر. بالإضافة ما هي أسباب تلك الانفجارات؟ هل توضحت الصورة؟ تماما سيد الكريم، النظام المجرم يسعى الى احداث هذه الجرائم وهذه التفجيرات ليخاف الناس ويرعب الناس. يسأل المشاهد او يسأل الشعب السوري او المجتمع الشعب العربي او المشاهد ما هي حقيقة ما يجري في محافظة حماة او بالتحديد مدينة حماة بسبب الصمت او ما شابه ذلك عن مدينة حماة. لو اتى العالم وشاهد الوجود الكثيف لقوات الاسد الغادرة وشبيحته وعصابته لعرف السبب. في مدينة حماة اكثر من 180 حاجز مدعوم بكافة اصناف الاسلحة من مدفعية ومن دبابات ومن مجزرات بكافة اشكالها، ووجود كبير للعسكريين التابعين لنظام الأسد والذين يذهبون إلى إخافة وإرهاب الناس. وهناك عدة حواجز تقوم على توقيف الناس لمدة ساعات طويلة، وأيضا هناك عدة حواجز تقوم على إهانة الناس بشكل مستمر. لكن الحواجز المنتشرة في ريف حماة تهدد المواطن بشكل مباشر. طب هل أفهم ثائر الحموي بأن الجيش الحر يعني حتى الآن ليس في تكتيكه مهاجمة تلك الحواجز في مدينة حماة أو حتى الدخول بشكل واسع لمدينة حماة؟ تماما. في الأسبوع الماضي حصل الجيش الأسدي مدينة حماة وسعى إلى خلق حصار خانق لمدينة حماة، وحاليا يصعب على قوات الجيش الحر الدخول بالإمكانيات التي تمكنوا من اغتنامها في العمليات التي شاركوا بها ريف إدلب، وكانوا اغتنموا عدد كبيرة، عتاد كثير وكبير من نوعيات متطورة ومتقدمة، منها مضاد طيران ومنها مضاد ضروع. الآن يصعب على قوات الجيش الحر دخول مدينة حماة لدحر أيضا ما دحره أبطال جيشنا الحر في ريف إدلب الحواجز المنتشرة في مدينة حماة. لكن اليوم تدرس خطة من قبل المجلس العسكري لأيضا يقوم هناك أن تكون هناك عمليات ضمن مدينة حماة بحق هذا الجيش الغادر جيش الأسد في مختلف أنحاء مدينة حماة. اليوم أيضا المجلس العسكري في ريف حماة يدرس وضع خطة لضرب الحواجز المنتشرة في ريف حماة. طب سؤالي لك ثائر، القيادة المشتركة للمجالس العسكرية والثورية في سوريا أعلنت قبولها هدنة مشروطة بعيد الأضحى. أول شروط هذه الهدنة أن يفرج النظام عن السجناء. كيف تفاعلت أصداء هذا الإعلان لدى أوساط الثوار ولدى أوساط النشطاء السوريين؟
تماما سيدي الكريم. الجيش الحر هو القوة العسكرية الموجودة ضمن فعاليات الثورة، وهناك قوة سياسية، القوة العسكرية والقوة السياسية على خطين متوازيين أصبحا اليوم، لأن هناك شعور حقيقي من قبل المعارضة الخارج في الخارج والمجلس الوطني التي تمثل الجهاز السياسي للثورة، باتت أمام شعور حقيقي أمام غضب من الشعب لأنه سكت طيلة الفترة الماضية. اليوم القوة العسكرية هي قوة الجيش الحر المتمثلة بالقيادة المشتركة للمجالس العسكرية والثورية، صرحت نعم بقبولها الهدنة، لكن هذا التصريح يأتي ضمن جدول يجب على العالم والمجتمع الدولي أن يعرف ما هي حقيقة هذا التصريح وما هو سبب البيان. السبب البيان هو امتدادا لموافقة قوات الجيش الحر لما سبق من هدى ومن قبل مبادرات فرضها المجتمع الدولي على الشعب السوري. نحن نتابع مراقبة المجتمع الدولي. لا، سؤالي يعني ثائر من ما تسمع من الثوار والمجالس العسكرية في المجلس العسكري في مدينة حماة، هل هناك جدية من طرف الجيش الحر للالتزام بهذه الهدنة إذا ما وافق النظام على شروطها أو على جزء من هذه الشروط؟ سيد الكريم، الشعب السوري برمته ليس فقط حماة مستعد للالتزام بأي قرار يبديه أي مجتمع ذو أي جهة دولية أو سياسية حتى يعرف النظام، ونحن ملتزمون لأنه سبق هذه المبادرة أو هذه المهمة مهام كثيرة، مهمة عنان ومهمة الجامعة الدول العربية عندما قدموا إلى سوريا والتزم الجيش الحر بوقف الإطلاق النار، لكن هناك النظام لم يلتزم بهذه القرارات وبهذه البنود. اليوم أيضا هناك أيضا موافقة من قبل الجيش الحر ومن قبل القيادة المشتركة للمجلس العسكرية بهذا القرار ووقف الضرب هذا النظام. هذا أن توقف النظام عن ضرب المدنيين واعتدائه السافر في كل وقت وفي كل حين. هذا يتوقف على توقف النظام المجرم، وأيضا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف على هذا البيان وهذا التصريح. طب على كل يعني نتيجة سيطرة الجيش الحر على جزء من كبير من شمال سوريا تمكن كثير من النشطاء من الخروج، وأنت كنت قبل أيام في القاهرة أليس كذلك ثائر الحموي؟ تمام سيدي الكريم. طب سؤالي لك إذن، ما هي الصورة التي نقلتها إلى سواء المبعوث الدولي أو إلى جامعة الدول العربية، وما هو دور النشطاء السوريين الذين أصبحوا الآن بإمكانية الخروج والتواصل مع العالم؟ تماما، في الأسبوع الماضي كنت خرجت خارج سوريا والتقيت إلى القاهرة والتقيت في شخصيات سياسية منها الدولية ومنها الأوروبية والعربية، وكنا قلنا لهم ما تشاهدونه على الصور وعلى شاشات التلفزة أقل بكثير من ما هو في الواقع وما هي الحقيقة. على المجتمع الدولي أو أنتم كعرب أو حسب الشخصيات التي قابلتها والتقيت بها، قلنا لهم يجب عليكم أخذ بعد هذه الفترة اتخاذ قرار شجاع بحق هذا النظام المجرم الذي يسفك الدماء ويستبيح كل المحرمات وكل الحقوق. اليوم النظام يستهدف المواطن المدني بشكل مباشر، هذا النظام يستهدف المواطن للضغط على قوات الجيش الحر. إذا تابع بهذه المسيرة هناك سيخلق أزمة في سوريا ستنقلب بردود لا يمكن تصورها على أي مواطن وعلى أي تجمع سياسي أو دولي. على المجتمع الدولي الإسراع بأخذ خطوات جادة وسريعة بحق هذا النظام المجرم. اليوم لدينا قوة حقيقية، قوة الجيش الحر، وهذه القوة باتت تسيطر على أكثر من 80%. شكرا جزيلا لك الناشط الإعلامي ثائر الحموي، كنت معنا عبر الهاتف من داخل حماة، شكرا جزيلا لك. دكتور يوسف، كنت تحدثت عن المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا والدور المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية، هل تتوقع بأن الحديث اليوم لبعض المسؤولين الأمريكيين عن إمكانية فرض حظر جوي على شمال سوريا يمكن أن يتحول إلى حقيقة إذا ما عرف سيد البيت الأبيض بعد انتخابات نوفمبر القادم؟ أستبعد ذلك كثيرا. ميت رومني تكلم منذ أسبوع قال نحن سندعم الثوار الذين يشاركوننا قيمنا. تعرف الآن بعد هذه السنوات أصبحنا نعرف دلالات تصريحاتهم السياسية.
الذين يشاركون قيمنا، يريد أناسا معينين يلتزمون بالنظام الأمريكي والقيم الأمريكية، ضاربين بعرض الحائط قيمنا. نحن لنا قيمنا الإسلامية التي هم يعتبرونها هذه قيم إرهابية. فيلتمان البارحة كنت أقرأ بالشرق الأوسط يصرح بالحرف نفس تصريحات بشار الأسد حقيقة، ولكن بعبارة أمريكية، أن قال من السهل إدراك أنه لن يحسم أحد المعركة، لذلك لابد من القعود للحوار. هذا الحوار الذي يعني دائما نحن كان يقوله بشار الأسد، حوار أن بشار الأسد ما زال رئيسا وأنه يشرف على العملية الانتقالية. وهذا الاقتراح الذي قدمه الإيرانيون البارحة، صالح قدمه للأخضر الإبراهيمي بإشراف بشار الأسد، يعني كما يقال عنا باللهجة العامية كأنك يا أبو زيد ما غزيت. هل نحن نريد يعني أن نعود وننتخب بإشراف بشار الأسد؟ هل 30,000 من الشهداء؟ هل 500,000 بيت مدمر؟ هذه ثمنها أن نعود؟ ثم أيضا بالنسبة للهدنة، يعني لابد أن نربط الأمور في سياقها. نحن شعب خرجنا سلميين، هذا النظام أرسل جنوده وقتلته وشبيحته، ف يعني استهدفنا، دمر بيوتنا، اعتدى على أعراضنا. الآن لو كان يؤمن بالهدنة لما قام بالقتل. أنا فقط كلمة الأساسية، التلاعب بالألفاظ نحن ندركه. الإبراهيمي قال إيقاف القتل، هذه كلمة جميلة وربطها بالعيد. نحن نقول أخي لماذا لا تقول إيقاف القاتل؟ من القاتل؟ نحن هذا النظام يوقف طيران. إذا قال إيقاف القاتل فسيصطدم بالنظام السوري وستتوقف مهمته تماما. ألا تعتقد بأن الواقعية تتطلب من الإبراهيم استخدام أفضل ما يمكن من إمكانيات متاحة من هذه الظروف لدفع مهمته؟ نعم. هل يمكن للعيد أن يمضي على السوريين هذا العام دون قتل ودون قصف؟ أستبعد ذلك، ولكن على فرض تحققت هذه الهدنة، هل سيعيد السوريون؟ هل نظن أننا سنشتري ثياب العيد؟ والله أنا حتى المقيم هنا في لندن يعني لا أظن، وكنت أفكر هل سأشتري لأولادي شيئا؟ والله يعني ما بيجي فينا يا رجل، يعني لا يمكن. الآن حتى لو أصبحت هذه الهدنة، هل سيحتفل أهل سوريا بالعيد؟ 500,000 بيت مهدم، ولك أن يعني 500,000 عائلة، غير عشرات بل مئات الأسر المهجرين المعتقلين الكثير من أبنائهم. فلذلك هذا يعني ابتزاز يعني نرفضه من الناحية السياسية. نعم القيادة المشتركة وضعت شروطا ولكن لم تفصل بالناحية السياسية. الهدنة ما زالت تعترف ببشار الأسد رئيسا، نحن لم نعترف به ولا يمكن أن نعترف به. وقلنا وخرجنا أننا متوكلين على الله، و قلنا الموت ولا المزلة. فقط نقطة أخرى، هذه بعجالة الواقعية السياسية، نحن مارسناها، تخلى عنا الغرب 20 شهر واستطعنا أن ننجز ما أجزنا. نحن حقيقة لا نريد شيئا الآن، أو على الأقل أنت سألتني قبل مداخلة الناشط الأول أنه ماذا تريدون من أمريكا. يقال أنه من لم تكن له فضائل فلتكن فضائله ترك الرذائل. نريدها أن تترك رذائلها، دعم الأسد نريدها أن تتوقف. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي السوري الدكتور يوسف حاج يوسف. إذن